Advances in laser technology have revolutionized the use and treatment of many skin conditions. We're commonly used to treat benign vascular birthmarks, such as borderline stains and the fibers of lasers. It started with continuous wave, and then to an infrared light about 700 to more than 3,000. اليوم حناخد ليزر الدرماتولوجي كبيزك و how to be used in medical field in cosmetic dermatology. وبكره حناخده ونقسمه مجموعتين hand patient of a single wavelength. It's coherent means the. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة مريم عبد السلام رئيسة قسم الجلدية بمركز طبرق الطبي. قمنا في اليومين 9/4 أو 10/4 بورشة عمل حول الليزر واستخداماته في الطب التجميلي والطب بصفة عامة، والدور متاع الكرايوثيرابي اللي هو والميكرو نيدل، باستضافة الدكتورة مريم استشارية الدكتورة مريم مزقية من مدينة بنغازي، وهذه ثالث زيارة لها مشكورة لمدينة طبرق من أجل أن تعم الفائدة على الجميع برعاية سنتر طبرق للجلدية والتجميل. نشكرهم على رأسهم الأخ الأمين الحبيب على مجهوداته اللي بذلهن من أجل أن تكمل الدورة بالصياغ المطلوب إن شاء الله، ونشكرهم وإن شاء الله تعمل فايدة على الجميع إن شاء الله.